المساعدة وتقديم يد العون وتأمين احتياجات الأسرة السورية أهداف جمعت السواعد لتتكاتف وتتحدى جميع الظروف. أكيد سالي، اليوم مؤسسة سواعدنا لبعض يلي عم تتوسع بنشاطاتها لتشمل ذوي الاحتياجات الخاصة عبر تأهيلهم وتقديم جلسات مجانية لهم. لنتعرف أكثر على هالمبادرة بصرنا أنه رحب بنادية رفاعي مديرة مؤسسة سواعدنا لبعض والأخصائية ميسن فهد الحصرية مديرة مركز ملائكة أجنة للاحتياجات الخاصة ورئيس قسم الدعم النفسي في مؤسسة سواعدنا لبعض. رح نبدأ معكم، يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. بالبداية وخلينا نبلش حديثنا مع المدام نادية عن آخر مبادرة قمتوا فيها بالتعاون مع مركز ملائكة الجنة للاحتياجات الخاصة، خلينا نحكي عن هيدا المبادرة. أول شيء صباح الخير، شكرا لاستقبالكم، ما قصر حدا بالإخبارية. كانت هي أول شيء إلى مناسبة اليوم، كان مبارح 6/5 افتتاحها المركز ليوم الشهداء، فكان الاحتياجات الخاصة كرمال نوضح إنه في عنا ناس إنه عم حابة كمتطوعين كأخصائيين إنه هي تعمل شيء للبلد. ست ميسم، خلينا نحكي مع حضرتك شوي عن المركز وشو بيقدم. شكرا ميونيك. بالنسبة لمركز ملائكة الجنة هو مركز فينا نقول علاج تربوي لذوي الاحتياجات الخاصة. نحن مو بس بيهمنا تأهيل هدول الأطفال، أكيد نحن بزمان لازم هدول الأطفال بتطور هذا المجتمع بالشي اللي عم بيقدم لنا اياه هذا الوطن، بالشي اللي عم بيقدم لنا اياه من مساعدات لهدول الأطفال، لازم يندمجوا مع مجتمع طبيعي، فلازم نمشي نحن تحت قاعدة علاج تربوي، يعني لازم نحن ندمجهم مع أطفال طبيعيين من روضات، من مدارس، من مجتمع، من أمور حياتية. فهي العلاج التربوي يختلف تماماً عن التأهيل. أنا ما عم أهل هذا الطفل لحتى يعيش، أنا عم أقدم هذا الطفل لحتى يصير فاعل بالمجتمع، يقدم شيء لهذا المجتمع، يقدر يخدم المجتمع والمجتمع أكيد يخدمه. طبعا. أكيد كتأهيل وتوجيه هو ليس بالمهمة السهلة. يعطيكم ألف عافية على جهودكم. رح ننتقل للمدام نادية، نحكي شوي إذا في شروط معينة للانتساب لكم لأنه يقدروا، كيف يقدروا يتواصلوا معكم؟ لا، شروط للمتطوعين ما في شروط أبدا، كل الأعمار حتى لو تحت سنة 18، وبيهمنا هذا السن حتى أكثر، سن الشباب اليافئ الجديد طالع. على صفحتنا مؤسسة سواعدنا لبعض بيتواصلوا معنا وبيصير موضوع التطوع. نحن بنعمل لهم بس دورات تأهيل وتدريب ليفوتوا على العمل التطوعي، ما بيصير انه يفوتوا قصة اذا كان في لهم عمل مع الاحتياجات. والمركز ملائكة الجنة هو حدا داعم كمان انه يعملوا تأهيل لل يعني في دورات بيخضعوا للشباب. طبعا تدريب وتأهيل كتنمية بشرية وموارد بشرية إذا ما احتياجات خاصة مع أخصائيين حتى يقدروا يتعاملوا مع أطفال احتياجات خاصة. مدام نادية، يعني بالفترة الأخيرة خلينا نقول كنتوا ناشطين بكتير مبادرات وفعاليات وتشبيك مع جهات متعددة، هلأ مرحلة جديدة هي خلينا نقول تأهيل الأطفال بسن معينة ودمجهم بالمجتمع، نحكي قديش أخذت فترة تحضير ومين شركائكم بهذا العمل؟ هلا نحن في عنا تعرفي سلمى انه نحن صنفنا بالسنه الخامسه بالمبادره او صارت مؤسسه 2017 بكل مجرى حياه يعني للاسره. هي قسم من الاحتياجات الخاصه، هي مو تفردت المؤسسه الاحتياجات الخاصه، فيفترض انه مثل ما انه يكون في دورات لهدول الاشخاص لحتى هن يقوموا بهذا العمل. الجديد اللي عملناه انه ملائكه الجنه هي يعني كثير مشكوره انه هي قدمت لها هذا الدعم، المركز غير ماجور حتى لاجتماعات المؤسسة لتدريب. في عنا قسم فني للبروفات، في عنا مشروع ملائكة الجنة بتحكي عنه المدام ميسم بشكل أوسع. من سواعدنا لبعض باسمنا نحن متشارك مع الكل، هذا كان السمة تبعنا والإخبارية حتى مواكبنا من أول ما بلشنا بصراحة، يعني فيها بتعرف كل السي في تبع المؤسسة، فالتشبيك هو أساسا، ما حدا بيقدر يعمل عمل لحاله. بهذا الاحتياجات الخاصة عنا مشروعين قدمنا للإدارة السياسية ووزارة الداخلية بحكم هو العلاقة بالشهداء. في عنا كذا مع وزارة الثقافة من الأعمال الجديدة بشهر 7 أجنا موافقة وزير الثقافة مشكور، قدم دعم مادي كمان بقلعة دمشق شهر 7، فعالية كبيرة 15 يوم. احتياجات الخاصة لدمج مثل ما خبرتنا مدام ميسم، يفترض أنه يندمجوا مركز ملائكة الجنة مع ذوي الشهداء كسليمين، أطفال سليمين. حيكون في يوم الافتتاح ويوم الختام معرض ريعوا مناصفة بين الجهتين.
مع ختام يعني كثير رسمي وكثير له اثر كبير بده يكون معنا. فنحن لحتى نوجه تشبيك مع اي جهه بتخص هذا المجال هذا. فليكبر عمال لازم تعطي اختصاص كل حدا، فهذا اللي نحن عم نعتمده بمؤسسه صواعدنا لبعض. ان شاء الله يا رب بيكبر وبيكبر وبيتطور اكثر. رح ننتقل لمدام ميسم، قديش عم نشوف ثمره هيدي الجهود تترجم على ارض الواقع، قد عم نشوفها؟ هلا انا بس كنت حابه يعني نوه على شغله او اخبركم شيء. نحن تقصدنا يكون افتتاح المركز يوم عيد الشهداء. قدمنا مشروع مثل ما خبرتكم مدام نادية للداخلية بأنه نحن نقدم 25% حسم على تسجيل الطالب أو القسط الشهري لكل طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، طبعا من ذوي الجرحى، مو بس أبناء، من ذوي جرحى الحرب ومن ذوي الشهداء، بالإضافة لجلسات تنمية فكرية وجلسات نطق أيضا مجانية لذوي الشهداء وذوي جرحى الحرب، بالإضافة لدورات صيفية بتكون مجانية تماما للفئتين، لذوي جرحى الحرب وذوي الشهداء. طبعا هو أبدا مو شيء أنا ما بعتبره أنه أنا قدمت، أنا ما بعتبر أنه قدمت، أنا ممكن يكون هي كلمة شكر صغيرة بقدمها مني من كادر مركزي، كمان من مؤسسة سواعدنا لبعض بما أني أنا مسؤولة القسم الدعم النفسي فيها. يمكن لكل نقطة دم قدموها جرحانا شهدائنا لهم فضل كبير علينا، لهم فضل كبير إنه سوريا وصلت لهون، إنه نحن وصلنا لهون، حتى لهم فضل ممكن نحسه أنا شخصي إلي. أنا كملت دراستي بأمان، كانت طرقات اللي بروح فيها سواء بأي يعني سنوات خبرتي باليوئين بالجمعية العربية الفلسطينية كانوا يقدموا لي كتير تسهيلات. ف يعني يمكن كلمة شكرا كتير صغيرة تكون لإلهم، يعني أقل واجب جميعا من قدموا للشهداء. أكيد سلمى، يعني بفضلهم نحن بقيانين، بفضلهم نحن مستمرين. أكيد سالي. مدام نادية، خلينا نحكي شوي عن الدعم النفسي، وحدة الدعم النفسي بمؤسسة سواعدنا لبعض، وشو بتشمل ولوين يعني أنتم متوجهين بهذا الموضوع بشكل أكبر من خلال دورات سواء كان بمركز الملائكة الرحمة أو بمراكز أخرى؟ هلا مركز ملائكة الجنة هو عبارة عن تأهيل الفريق الكادر، هي أول نقطة. ثاني نقطة دمج، نحن بيجينا حالات كمؤسسة عنا فيها احتياجات خاصة، بحكم إنه شغل بهذا الباب واشتغلنا من 3 سنين مع الكابتن طريف قوترش وقتها بفعالية كبيرة، ففتح معنا هذا الباب. فيفترض يكون في عنا أخصائيين، ما بقدر أمشي مع حدا عنده خبرة ممكن، بس الأخصائي الأكاديمي مع خبرته مثل مدام ميسم 11 سنة خبرة مع شهادة أكاديمية، فأنا توجهت بهذا الباب لناس هي تقدر تدعمني بهذا الموضوع صح مع كادر التدريسي تبعها. كمان دعم نفسي في عنا منا بشهر 3 ورد وجرح لجرح الجيش، لأنه كمان هدول من الأشخاص اللي بدهم دعم نفسي. فكل شريحة نحن بالبلد إن كانت حتى مثل ما كان قبل شوي لقاء على الطلاب على أي حدا، يفترض أن نشتغل على الدعم النفسي الصح كتوجه صح، ما يكون سلبي يأثر عليهم. فكيف هالشي لازم يصير؟ أنا بقول أنا عندي خبرة بمجال معين، بس بقدر أكون أخصائية أحكي بالموضوع. فالدعم النفسي بتمنى كل حدا ياخده بطريقته الصح، يعني خلي اختصاصيين، يعني خلي كل حدا باختصاصه. ففي قسم هو قسم لحاله اسمه الدعم النفسي للمتطوعين وللمستفيدين، كأسر محتاجة، كأسر تعبانة، فأي شيء يفترض يصير مشاريع مثل المؤسسة دعم نفسي لأسر فقيرة. 11 أسرة صارت منتجة وطلع إنتاجه ونحكى فيه وطلع تلفزيون وعملنا لهم معرض، هذا اسمه دعم نفسي. فقدرت 11 أسرة أنه هي تقوم بحالة، هي نساء، أنه تقدر اللي زوجها مفقود أو زوجها متوفي أو في فقر. إحنا بآخر فترة شفنا معارض لإلهم، حتى اللي عم يشتغلوا بالطعام بالشغلات. أنا كتير إحنا طبعا الإخبارية دائما بتواكب هيدا الفعاليات، شفناهم عم ينتجوا هن مبسوطين، يعني هن فرحانين انه هن صاروا حدا منتج، طبعا اكيد بفضل جهودكم كمان بفضل ارادتهم. هذا الدعم النفسي، فهذا اللي حكيته فيه، اي شيء بده دعم نفسي حتى لشهيد لجريح لذوي شهداء، قديش الالم صعب، يعني جريح مثلا فاقد شيء من او لاسرته، لما يلاقي حدا واقف معه لاسره شهيد يتكرموا او ينحكى باسمهم. فيفترض انه نتمنى كل مؤسسه او جمعيه او مبادره او فريق يكون عنده قسم دعم نفسي صح، لانه تعرف تشتغل صح على الارض.
نعم، يعني مدام ميسم خلينا نحكي شوي كمان كيف عم توسعوا هذا مجال الدعم النفسي وشو أهم يمكن الجوانب اللي عم تتوجهوا لها؟ أكيد. هلأ خلينا نحكي نحن بالدعم النفسي كهو خلينا نعتبره تقنين، حتى الفرحة لازم نحن نعرف قيمات بتكون مناسبة لهذا الشخص. يعني نحن يوم فعالية ورد وجرح أو يوم اللي كنا عم نشتغل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، كل توجه منهم في إله جهة معينة لازم أنت تشتغلي عليها. كل حدا منهم يمكن هو يكون فائت شيء ما يكون معلن، فأنت لازم تعرفي وين هو. الدعم النفسي هو كلمة ولكن جوانبها كتير كبيرة، كتير صعب أنك تعرفي جرح الشخص. أحياناً بتلاقي كتير أشخاص نحن وقت بنشتغل كعمل مؤسساتي أو لما منروح ومنجي أغلب حالاتنا بتكون هو حدا يعني فعلاً طالب مساعدة، مدام نادية مع فريقة مع كادرة أكيد ما بتأثر، ولكن مثل ما قالت مدام نادية منتجه نحن أول شيء للدعم النفسي الصحيح. يعني لازم نحن نعرف وين بدنا نحط وليش، عطول لازم يكون في عنا هدف. نحن هدفنا بشكل عام انه نبني لهدول الاشخاص اسس معينة يصيروا هن يرشدوا نفسهم او نعمل لهم مرشد داخلي. المرشد الداخلي هو عن طريقه هن بيصيروا بيعرفوا ايمت هن فيهم يقننوا هاي الاوقات اللي هن بيعتبروها ممكن تكون يعني صعبة عليهم أو حلوة عليهم. هلا ممكن هيك أوضح مثال صغير. كنا مع جرح الجيش العربي السوري ب601 يوم عيد الأم، فكان معي مطرب تقصتي، يكون معي مطرب من الفريق مصطفى طه كرمال نعمل لهم هيك شيء عساس لعيد الأم يعني. فلما وصلنا هو مدة يقول شيء لعيد الأم استل حبايبه وهيك، فهي كانت مؤلمة الجريح اللي كان أهلا يعني أهله موجودين هيك، فغلط إنه نحن نعمل لهم شيء بهذا الباب. فكانت كل أغاني وطنية ودعم إله نفسي إنه أنتوا حماسية كتير وعن الشام وعن البلد وعن سوريا. للحقيقة كان معنا طبعاً الإدارة السياسية معنا والتلفزيون كان الفضائية، عمل مقطع صغير الشاب لست الحبايب فكتير انجرحوا جداً يعني، ففوراً اختصره بمقطع وفوراً بدله بشي. فمثل ما خبرتنا حتى الدعم النفسي فعلاً تعرفي كيف يعني أنت تعطي الشيء صح، كأنه كمان هذا جزء من الدعم النفسي. يعني مثل ما بنعرف مؤسستكم بدت كمبادرة وتطورت كمؤسسة، قديش أنتوا فخورين بكوادركم. يعني حلو كتير أنه نسقي زهرة صغيرة وتفتح وتصير وردة كبيرة. تحكينا شوي كيف تطورت؟ يعني أنا بالنسبة لي فرحة يعني كتير كبيرة. كنا باجتماع مبارع عم نحكي، قلت لهم إنه كتير فرحانة إنه وصل إنه يصل لأسماع هذا كبير. يعني لما حط موافقة وزارة الثقافة أخذها بيومين، فعلا بالإدارة أخذها بالداخلية، معناتها قديش السي في للمؤسسة كتير حلو. يعني في شيء كتير عملناه منيح على الأرض لحتى قدرنا نوصل لهون. أنا كتير مطلعة بسلمى، سلمى هي مواكبتني من أول لقاء على الإخبارية كنت هون. سلمى هي دائما بالميدان العصر الفعال الأول. فهي كتير حدا بتعرف شو المؤسسة كيف صارت ولوين صارت، وإن شاء الله في كتير مفاجآت لبعدين. حطيت أول مفاجأة بس اللي هي الورشة، في شيء كتير إن شاء الله لقدام نسمع عنه أحلى. يعني أنت عم تحكي وأنت متأسرة هذا الشيء، طبعا أنتوا عملكم إنساني وهذا كلنا وكل شيء عم يشوفنا هلأ على شاشة الإخبارية السورية أكيد حيحس فيكم بعملكم بجهودكم. يعني أنت حكيتي على كيف تطورت هيدي المبادرة وصارت مؤسسة، خلينا نحكي شوي عن المشاريع الثانية. هلأ المشاريع أنه في عندي قسم ثقافي مختص في الأستاذ ماهر محمد، الشاعر ماهر محمد، حيكون معي بالفعالية تحت أسماء في شعراء هيك صاعدين وعم ندرب شعراء. قسم الفني الاختصاص المخرج السينمائي عفوا المسرحي أحمد جميل، مندرج تحته فرقة نينوى، فرقة مرتيوشكا للرقص، الشاب صغير كرمل سليمان. هدول كلهم حيكونوا بالمشروع تبع الورشة الموجودة معنا. طبعا مع هذا القسم الدعم النفسي اللي حيكون هتعمل مدام ميسم دورة للكادر الطلاب حيكونوا معنا المعهد، هنا حيكونوا بالورشة. ورشة حتكون خزف، نحت، رسم وتلوين، خط عربي مع الأستاذ طارق السواح، مشكور كتير على المبادرة معه واللي وقف معنا بهاي الموافقة والتسهيلات كلها رئيس المعهد. فهدول الأقسام اللي هي بالمؤسسة هي اللي حتكون موجودة بالورشة الموجودة معنا. حنفتح شوي مجال تشبيك، أنا مثل ما بحب التشبيك بدي أقوم بالعمل كله بحكم أقسامي كاملة. حنسق مع إنجاز لنعمل مسرح طفل،
ممكن فرقة نبض تعملنا عرض، يعني حشوف البرنامج نظبطه، نجمل أكبر عدد ممكن من الجمهور ومن الفرق والمؤسسات والجمعيات معنا. نعم، يعني مدام نادية، بنذكر بأحد اللقاءات كان معك شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن هو قدر يتخطى كثير من الصعوبات اللي فرض عليها الحياة، وقدر أنه هو يمثل شريحة كبيرة من الشباب زملائه. وفعلا يعني لو ما بعض التفاصيل الصغيرة، أي شخص ما بيعرف أنه هذا من ذوي الاحتياجات الخاصة. جاد إبراهيم، طبعا بنوجه له تحية. قد صار في عدد من شباب ذوي الاحتياجات الخاصة هنن هيك فاعلين وقادرين، وقدرتوا فعلا تأهلون ليمثلوا نفسهم؟ هلأ بقول لك الجديد، بحكم فتنا بمجال مع جرح الجيش العربي السوري بالسيدة زينب، في فريق شاب اسمه عمران محمد، معه إن شاء الله نصيب معنا. فعلا يعني نفس إن هن بيقولوا لي أنا بدي أطلع، نحن نطلع، المهم عشان نصفي وكراسي وهيك، يطلع يفوتوا كرمال إنه هن بيقول لك نحن الجريح بحس بالجريح، والدعم الصح إنه تجيبي جريح لعند جريح. قد ما كانوا هن موجودين على نحن سليمين، ما بيحس، بيقول لك حس فيني أكثر. أنا اشتغلت فترة، استلمت إدارة جمعية سامدو رغم الجراح لما قررت تفتح، بلشت في مشروع بالشام، هي حمص، فكان في تواصل أقوى بيناتنا مع الجرحى. ففعلا انه الكلمه بتنقال، الجريح يفترض يدعم جريح، ولما تدعم الجريح اول فهو بيقدر تدعم الشخصين بطريقه غير مباشره بدون ما يحسوا بألمهم. تمام، رح ننتقل لك مدام ميسم، بدنا شو كلمه اخيره منك نوجهها، وشو مشاريعكم المستقبليه؟ هلا انا كنت بس بدي اخبر شغله صغيره، انه نحن بالامل فينا نبني كثير شيء حلو لهذا البلد. أكيد. لهذا الوطن. أنا حدا كفيت من السنة الثالثة دراستي وأنا فاقدة البصر، كنت على السيديات عم بسمع محاضراتي لحتى يجي أول السنة وأقدم فحصي. كان كتير يلومني، ما بتعرفي شو بصير معك من هون لأول السنة. كنت قلهم بدي شوف، أنا رح شوف، لأنه أنا عندي هدف لهذا الوطن، أنا عندي أطفال تركتهم، بدي ارجع اهلهم ليفوتوا المجتمع، ليندمجوا مع هدول الناس. كان هدفي الكبير اني ارجع لاطفالي اللي تركتهم، اطفالي اللي تركتهم هن حالاتي العلاجيه، وانا وعدتهم اني ارجع لهم. فعلا ما اجى وقت السنه الرابعه. أكيد. الا كنت من حي ارادتك، هي من حي ارادتك وتصميمك. تحكي لنا عن المشاريع المستقبليه. ان شاء الله نحن هلا محضرين لنادي صيفي. نادي الصيفي رح يكون للاطفال الاسوياء، للأطفال اللي صاروا بحاجة لدمج، يعني هن أبداً ما بقيوا ذوي احتياجات خاصة، من أطفال توحد، صعوبات تعلم، داون، بيروسيفيك. طبعاً وكمان أكيد عم نحضر لورشة عمل رح تكون لمدة أسبوع لكافة شرائح المجتمع، مجانية، نعرفهم فيها عن التوحد، عن صعوبات التعلم، عن أساليب العلاج التربوي. بالإضافة لشي حلو أنا بعتبر أني رح أقدمه، رح نقدم بهي الحالة أو بهي الورشة شهادات حضور. يعني مدام ميسم، يمكن الشخص ممكن يفقد بصيرته، لكن البصيرة اللي جواته هي أكبر، ووجودك اليوم أكبر دليل. بدنا نتشكر وجودك معنا، وتشكر مدام نادية. شكرا كثير لكم، نتمنى لكم دائما خطوات للأمام وتساعدوا أكثر، ويتضل سواعدنا مع بعض. أكيد. شكرا لكم ويسعد صباحكم.